مش بقول لك رأيي، بقول لك اللي حصل واللي محدش قاله لا على شاشات الفضائيات ولا في اي مكان في الدنيا، فبقوله لك اللي حصل. ولما بقول لك كابتن محمود الخطيب اعرف ان انا اقسم بالله لسه حاليا من ربع ساعة مخلص مستر ريكاردو سواريز اجتماع بمساعديه في فندق ماريوت، ما كانش حاضر الاجتماع كمان سامي قمصان، قاعدين بيذاكروا بيشوفوا يعملوا ايه ويسووا ايه في ظل هذا التراجع البدني الرهيب في اللاعبين وفي ظل اهدار الفرص. فالناس بتتكلم على ان لا اعلان عن رحيل اي لاعب، في دعم ومساندة للجهاز الفني، في صبر على الجهاز الفني، في اتصالات ومشاورات ومداولات مستمرة بين لجنة الكرة وكابتن محمود الخطيب وشركة الكرة لتقدير الموقف، في ثقة في الخواجة ودعم له ومساندة له وإدراك تام إنه بيعالج أخطاء خاصة في الشق البدني، في علاج مستمر لكل الأمور السلبية وإحنا ماشيين، في ثقة في اللاعبين ويجب أن يدعم جمهور النادي الأهلي لاعبيه وفرقته والثقة فيهم وعدم مهاجمتهم في ظل هذه الظروف، يجب استنفار قدراتهم، وإن العقوبات أمرها سهل وإن تجميد المستحقات أمرها سهل، في حالة المصابين وسرعة شفائهم وإيه اللي حاصل وإيه اللي جاري، وسألوا تحديدا على 2 عبد القادر وبرستاو، قال لك برستاو مش هيلحق لا فيوتشر ولا بيراميدز ولا الزمالك، فيما يخص عبد القادر مش هيلحق فيوتشر، وارد يلحق بيراميدز، لكن المؤكد بإذن الله أنه سيلحق بمباراة الزمالك في نهائي الكأس. تم التأكيد أيضا على أن المترجم لم يرتكب أي أخطاء في نقل ملاحظات وترجمة الراجل، وأن هو بينقل كل ما يدور بأمانة وبمسؤولية، وأن هو واحد من أكفأ الناس في عمله ومن أكثر الناس أمانة، وسألوا عليه قبل ما يجيبوه، وأن الناس اللي اشتغلت معاه في جهاز كروش أشادوا بيه وبإمكانياته وبقدراته وبأمانته وبمسؤوليته. أكد الكابتن محمود الخطيب او انتهى كابتن محمود الخطيب وزملائه على دعم ده القرار النهائي، دعم الجهاز الفني الحالي ومساندته مهما كانت النتائج، مهما كانت النتائج، والتأكيد على ان ما يقوم به الجهاز الفني الحالي هو علاج لسلبيات كانت موجودة، علاج لسلبيات كانت موجودة من اهدار فرص، من ارهاق لاعبين، من حالة بدنية سيئة، من عدم تركيز بعض اللاعبين، من تراجع مستوى بعض اللاعبين وعدم قدرتهم على يعني ايه التعبير بقوة عن انفسهم وعن النادي الاهلي. الفكرة الروح القتالية طلبوا كابتن سيد عبد الحفيظ بلعب دور مع الخواجة والتركيز على هذا الامر. الروح فين؟ اللعبة فين روحها؟ ان اللعبة الكبار تلعب دور مهم زي محمد الشناوي، زي وليد سليمان، زي عمرو السلية، زي ايمن اشرف، في استنفار قدرات اللاعبين اللي تحس ان هم نازلين مش شايفين، نازلين مغمضين، نازلين مش عارفين هم هيعملوا ايه. فبالتالي كل ده حصل في مداولات الكابتن محمود الخطيب التليفونية، ما بقول لك معلومة بقول لك وانا واثق من التليفونية، مع كابتن محسن صالح، مع زكريا ناصف، مع حسام غالي، وابلغ في النهاية ياسين بيه منصور بما تم، والمترجم مكمل، والمترجم ما عندوش اخطاء، بالعكس هو راجل كل الناس بتشيد بامانته. بعض الناس قالك ده ترجمته ترجمة مش رياضية ومش كروية، لا، في ناس تانية دفعت عنه من اللاعبين ومن خاصة اللي هو كان موجود فيهم في المنتخب الوطني مع كارلوس كوروش، اشادوا بيه وبامانته وبترجمته. ماشي الحال، ده اللي حصل النهاردة من الكابتن محمود الخطيب ورد فعل. حاجة تانية، تم الاتفاق على ابرام عدد من الصفقات للاعبين محليين مصريين، خد دي، تم الاتفاق على ابرام عدد من الصفقات للاعبين مصريين محليين وتوقيعهم على ان يكون عقودهم مع الكابتن امير توفيق، وعدم الاعلان عن اي شيء، وعدم الدخول في مفاوضات، خلي بالك، مع انديتهم للحصول على خدماتهم الا بعد نهايه الموسم. قال لك انا مش هكلم، انا لما اكلم سي مثلا باك رايت وقول انا عاوز كريم يحيى ولا هشام صلاح من الاتحاد، هيجي يقول لي ايه؟ الباك رايت اللي عندي هيبقى خلاص كده، انا بستنفر قدرات الباك رايت اللي عندي وبقول له انت احسن واحد في الدنيا وشد حيلك واحنا عاوزينك وفي ثقه كبيره فيك وكل الحاجات دي، فمش هيعلن عن حاجه، لكن في شغل
بيتم في صفقات الموسم المقبل، وده هيكون بين لجنة الكرة وامير توفيق، وممكن يبقى الخواجة مش عارف بيه في المرحلة الاولية. المسألة وقع مع هلاء الناس ثم نعرض على الخواجة، لكن الخواجة دلوقتي عنده مباريات مهمة، يعني ما في شغل على مرحلة الصفقات، لكن دون اعلان عن هذا الامر، دون اعلان عن هذا الامر. ويؤكد ايضا كابتن حسام غالي دعمه للجهاز الفني ولكابتن محمود الخطيب، وكابتن محمود الخطيب ايضا دعمه للجهاز الفني، فيش حاجة اسمها ان حسام غالي رافض. حسام غالي شريك في اختيار المدرب، بيدعم المدرب، بيدعم الجهاز الفني كله، بيدعم كابتن سيد عبد الحفيظ. ما فيش حاجة اسمها قرار فردي، فيش حاجة اسمها قرار فردي، لا ده ما فيش حاجة اسمها قرار فردي خالص. فبالتالي كابتن حسام حاضر وشريك في اختيار المدرب ويدعمه ايضا في هذا الاطار. طيب، لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين.